كنا قاعدين في بيوتنا عادي، سمعنا صوت قنبله زي ما تكون قنبله ضربت. يا رب سلم. الحمد لله سطرت. فطلعنا كلنا لقينا حاجه مش حلوه خالص، القطر ده قطرين داخلين في بعض. صعب جدا للناس. ايوه طبعا. وناس كتيره في الميه وناس مش عارفه تطلعها وناس الحمد لله يعني طلعت من الميه وما زال البحث مستمر برضو وبيطلعوا لحد الوقت الناس من الميه والحمد لله ربنا يسترها ان شاء الله. وحد سليم، حد سليم. انت ساكن هنا ولا قاعد فين؟ ايوه هنا قدامك. شفت الحادثه نزلت على طول؟ ايوه طبعا. مش عارف انت حاولت تعمل ايه؟ ايوه بقى نص خمسة كده بالظبط. كانت صدمه بالنسبه للاهالي طبعا. طبعا كان ملموم. الناس اللي في البيوت كانت بتزعق، اللي في البيوت كانت بتزعق. قوه الصوت. لا كان قوه جامده، كان صوت جامد جدا يعني بصراحه. صوت صدمه كبيره. طبعا بقول لك كان زي ما تكون قنبله، قنبله ضربت. يا رب. وتراب وافار وعربيتين. ودخانه طبعا وكان. ايوه طبعا وعربيتين نزلوا الميه والاهالي بقى كانوا بيجروا على الناس بيحشوا الناس من الميه والاسعاف جت والحكومه وما زال البحث مستمر برضك لحد الان. طبعا الاهالي حاولوا هم اللي حاولوا يعمل حاجه يساعد اللي هو عيله الاهالي طلعوا الناس اللي كانت تحت اساسا بتوع العزبه اللي جنبينا هنا طلعوا الناس اللي كانت تحت اللي هم قريبين جوا من الحادث فاول ما شافوا الحادث ربنا يبارك. ما زلنا مع حضراتكم متابعينا الكرام حضراتكم شايف بس هي برضك الحكومه يعني جامعة بالواجب بصراحه يعني والاسعاف بتاع خمس ست عربيات بتاعها ست مدير الامن كله كان موجود كله موجود بصراحه يعني ايه اللي شفته؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل اللي انا قلته له هو اهو قلت لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل كنت واقف على الكوبري مستني تاكس وسمعت صوت خبطه و... بس فالمهم بصيت لقيت ايوه طبعا ما انا مش عارفها جاي منين بصيت لقيت شباب جايين بيجروا من على الكافيه كده طلعت اجري انا معاهم ببص لقيت العربيتين جريت كده بس طبعا الشوك والهيش والكلام دوت على بال ما وصلنا كان يعني لقينا شباب برضو واقع على الهيش كده طلعناه وضابط قوات مسلحه طلعناه وعسكري بشكرك شكرا جزيلا. لسه مستكملين معاكم متابعينا الكرام متابعي كايرو لايف وقناه القاهره 24 زي ما حضراتكم شايفين يعني محافظه المنيا النهارده صحيت على هذا الحادث الاليم صدمه كبيره للجميع زي ما حضراتكم شايفين الاهالي الكل واقف بيتابع المشهد بيدعي بالسلامه بيقول يا رب سلم يعني ان شاء الله يعني حتى الان انباء عن وجود وفيات لكن حتى الان لم يتم تاكيد المعلومه ما زلنا مع حضراتكم بنرصد مع حضراتكم الان يعني المشهد كاملا من قلب الحدث يعني زي ما قلت لحضراتكم كانت هذه الواقعه النهارده في محافظه المنيا كل في حاله صدمه زي ما حضراتكم شايفين الاهالي بالقرب من منطقه مجوسه هنا قريه مجوسه في مركز المنيا